بصاحبتك، أمنية حابب تحكيها هيك مع نهاية البرنامج؟ شكرا لك بكرم. أمنية أسأل الله التوفيق إن شاء الله، والله يوفقنا ونبر في والدينا إن شاء الله، والله يطول في عمر أمي إن شاء الله ويحفظها. الأم كنز كبير بالنسبة لي أنا، وأتمنى التوفيق ويحفظ أبوي ويحفظ الجميع ويحفظ زوجتي، ويعني وتخليها تسامحني على العمل الكبير والبعد عنهم مثلا. زعلها لمرتك؟ يعني لا، بس انه تعرف يعني البعد عن البيت وكذا والمسؤوليات، فان شاء الله انها يعني تكون تدعمني ان شاء الله وتوقف معي. النجاح ما يجي لحاله، كلهم كلنا يد واحده ان شاء الله. واتمنى التوفيق للجميع، وان شاء الله تكون سنه طيبه ان شاء الله للرياضه باذن الله تعالى. كلمه اخيره لجمهور القادسيه على السريع بس. نحتاجكم ونبيكم معانا وتوقفون معانا، المسؤولية كبيرة ولازم نكون يد واحدة وكلنا لخدمة القادسية، وأوعدكم أن أعمل عمل لخدمة القادسية ويكون هدفنا القادسية فوق كل شيء، فوق كل الاعتبارات بإذن الله تعالى. إن شاء الله عليك. شاكرك أنا جدا، وشاكر أنك أريحيتك أنه الفريق بالمراكز الأخيرة جيت وحكيت وكنت شفاف إلى أبعد الحدود. الحمد لله. تحياتي لك. أتمنى التوفيق وإن شاء الله بجيك إن شاء الله، والفريق إن شاء الله في مستوى أعلى بإذن الله تعالى. برنامج برنامجك. الله يخليك أبو كرم. شكرا لك.